يقول: فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض طلاب العلم يقول إن مسائل العقيدة توقيفية ولا خلاف فيها إلا إذا اختلف فيها الصحابة، فهل استثناؤه صحيح؟ هذا كلام باطل، ومن اللي قايله؟ من بس بين لي اللي قايله منهم. دلوا يقولون الآن كلام من عندهم لم يسبقوا إليه. ما يجيب لنا نقل عن السلف أنهم قالوا الكلام هذا، أما أنه يجيب كلاما من عنده أو من عند أمثاله هذا لا يعتبر. نعم.